ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الدار البيضاء الخبير في شؤون المناخ سعيد قرقصي. سعيد مرحبا بك. مرحبا سيدي ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. ما أهمية احتضان المغرب لهذه القمة المناخية العالمية؟ هي أهمية قصوى، وعلينا جميعا نحن كمغاربة العمل على إنجاح هذه الدورة القمة، لأنها تمثل أبعاد متعددة. أولها هي أن المغرب والمغاربة لهم القدرة على تنظيم هذه القمم الدولية التي تعتبر تحديا ضخما جدا لمستقبل البشرية. ثانيها هي أن المغرب والمغاربة منخرطين عبر الأمم المتحدة وعبر العالم في المساهمة في التقليل من ارتفاع حرارة كوكب الأرض الناتج عن الأنشطة البشرية، وكذلك المساهمة في الاندماج داخل هذه سي سعيد لا نسمعك جيدا. نعم تفضل. قلت ثاني التحديات هي أن المغاربة مندمجين عبر العالم في التقليل من غازات الثقيفة وفي التقليل من ارتفاع الحرارة العالمية، وكذلك اندماج داخلها. وآخرها إن أردتم هو أن مساهمة المغاربة على الصعيد الدولي في تفعيل القرارات الأممية والدفع بها إلى الأمام لكي نحاول إنقاذ مستقبل البشرية أبنائنا على وجه الخصوص. وبالتالي فإن هذه القمة هي تعتبر للمغرب وللمغاربة هو تحدي كبير لما يعانيه البشرية حاليا. نعم. طيب ما هي يعني الرهانات الكبرى والتحديات الكبرى لهذه القمة إذا ما قارناها بنتائج قمة باريس الماضية؟ قمة باريس الماضية وضعت إن أردتم خطة الطريق أو وضعت السكة، وعلى المغرب أن يضع القطار فوق هذه السكة لكي يتجه إلى الأمام. يجب التذكير بأن قمة باريس عرفت نجاحا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا جدا، وعلى المغرب أن يحول هذا القرار السياسي أو هذا النجاح السياسي إلى نجاح اقتصادي، إلى نجاح كذلك في الاقتصاد العالمي، وهذا شيء ليس بالسهل. في أولاته الإجراءات هو عملية إقناع المغرب للأطراف المتعددة واللي هي حوالي 192 دولة على الاتفاق على توقيع ما اتفق عليه في قمة باريس، وهذا شيء ليس بالسهل، لأننا بفعل إذا وقعت الدول هذه الاتفاقية في حدود 50% من الأطراف شرطة أن تمثل على الأقل 55% من غازات الثقيفة العالمية، فإن القرار باريس سيصبح قرارا إجباريا يلزم الأطراف التي وقعت عليه ويلزم العالم، وهذا هو أكبر التحديات. إذن أولى الأشياء التي يجب أن يقوم بها المغرب والمغاربة هي إقناع والتسريع بالتوقيع هذا الاتفاق الذي حصل في باريس. طيب يعني نعرف بأن المغرب راهن على الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، يعني كيف تنظرون إلى مجهودات المملكة في هذا المجال والتي لاقت كما نعرف اعترافا دوليا واسعا؟ هو ليس فقط اعتراف دولي، ولكن كذلك المغرب يمثل قاطرة عالمية في هذا المجال، لا سيما وأنه قرر أن يخفض من غازات ثقيفته بحدود 52%، وهذا ليس بالسهل، لأن هذا المقدار هذا الدول المتقدمة جدا ليست لديها القدرة بالقيام بهذه العملية. وعليه إذن فهي سياسة عامة البلد قرر صاحب الجلالة أن نخوضها جميعا، ونحن في جميعا في ورش مفتوح، وهذه الاستراتيجيات تجعلنا نؤمن مواردنا الطاقية في المستقبل. إذا وصلنا إلى هذا الحد فمعناه أننا تقريبا تخلصنا من التبعية الطاقية للخارج بحدود 52%، وهذا رقم جبار جدا. وما حصل في الشطر الأول الذي افتتح ودشنا في ورزازات في الأيام الأخيرة
هو فعلا خطوة جبارة اعترف بها العالم ودقتها وكالة الإعلام الدولية، واستحق المغرب بذلك أن التنويهات من قبل القوى العظمى من قبل الدول الصديقة والشقيقة. يعني لاحظنا أن مشاريع ضخمة أنجزت مؤخرا في المغرب سي سعيد، يعني وعلى رأسها في مجال الطاقات المتجددة طبعا، وعلى رأسها مشروع نور لتوليد الطاقة الشمسية بورزة ذات نور واحد الذي يعتبر المشروع الأكبر في العالم من هذا النوع. إلى أي مدى يمكن لهذه المشاريع أن تعزز من حضور المغرب على الساحة الدولية في هذا المجال، في مجال حماية البيئة والمناخ؟ هذا العملية شيء أصبح اليوم مفروغ منه، وأصبح المغرب من بين الدول التي تؤسس المشهد المستقبلي العالمي، وبالتالي اليوم يحاول المغرب ومعه جميع الفرقاء وجميع المساهمين في هذا المشروع بإنجاحه والتقدم به إلى الأمام، لكي يساهم أولا في طبيعة الحال في تطوير التكنولوجيا وإنتاج الطاقة، ولكن كذلك في الاستفادة من هذه الطاقة لا سيما من قبل الدول الصديقة القريبة منا في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، والتي هي كذلك تعاني من خصائص في مواردها الطاقية. لم نستثني الطاقة النووية، ولكن الطاقة النووية ليست طاقة مستدامة لأن مواردها محدودة وبها إشكالات كبرى، وعلى الأساس إذن فإنه يعول على المغرب في هذا الباب لكي تطور هذا النوع من التكنولوجيات ومن الموارد الطاقية الجديدة، لا سيما وأن المغرب قرر في هذا الباب أن يجعل من هذا الميدان استراتيجية وسياسة خاصة بسياسة وطنية مستقبلية يشارك فيها معه الدول الصديقة والصديقة. نعم، الخبير في المناخ سعيد قروق كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.